الجزء الثالث فضل إبراهيم وإسحاق يبقى يعقوب. برضو ركزوا يا شباب، والسؤال هنطلع ريحة المسيح من الفقرة دي، بتتكلم عن أبونا يعقوب. رفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 راجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف أخيرا. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. ثم رفع عيني وأبصر النساء والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال الأولاد: الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا، واقتربت لي أيضا وأولادها وسجدوا. بعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجدا، فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لا أجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب: لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله، فرضيت علي. خذ بركتي التي آتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. وألح عليه فأخذه. طيب، خدتوا بالكم في إبراهيم؟ أبونا إبراهيم في ريحة حلوة طالعة، فيها الكرم، فيها البساطة، فيها التواضع. الناس كلها شايفة أن ربنا معاك وكل حاجة معاك بتمشي، وفيها العتاب الرقيق الهادي، الأسلوب الوديع، فيها كذب الناس كلها. يجي أبونا إسحاق بيتنازل عن الأبار، ما بيتخصمش، ما بيتخانقش، مسالم جدا وديع، وبرضو البركة والنجاح والخير في رجليه. يجي بقى أبونا يعقوب، تكوين 33. يلا، مين هيقول لي ريحة المسيح في أبونا يعقوب في الموقف ده باينة في رأيي؟ خلي بالكو، رفع يعقوب عينيه، مين يعرف الجزء اللي قبلها على طول كان ايه؟ مين شاطر يجيبها؟ قولي. ها، برافو عليك. الصراع مع ربنا كانت الليلة اللي ما تتنسيش بقى، الليلة الكبيرة قوي اللي شاف فيها المسيح وصارعه حتى الفجر وبكى واسترحمه بتعبير هوشع النبي، وقال له: لم أطلقك حتى تباركني، وباركه وخلع فخده. فهو ما نامش طول الليل، وبعدين على الفجر رفع عينيه لقى خلاص عيسو بيقرب. فكانت قبلها بليلة لقاء المسيح التاريخي، كان شافه قبل كده بس كانت أكتر مرة شافه وقرب منه. يلا، فطبعا ريحة المسيح طول الليل معاه فباينة يعني. تفضل. طبعا كونه يسجد كذا مرة، يعقوب ده غني دلوقتي، يسجد كذا مرة قدام عيسو، ده مش طبع يعقوب خالص. يعقوب كان طالع فيها شوية برضو، كان بيحب ياخد اللي عند عيسو يعني. فهنا موقف ده يدل ان في وداعة وتواضع حقيقي. ها، ايه كمان؟ ما حدش لاقي حاجة حلوة في يعقوب، ده راجل كويس قوي صدقوني. اتفضلي. ها، في تغيير واضح، انه بقى ما بيهربش زي الاول، كان دايما مع المواقف دي يجري، يضرب يعمل العملة ويجري. دلوقتي رايح يواجه وجها لوجه ويتقدم الصفوف، برضو دي مش طبيعته قوي. اتفضل. ايوه، ريحة المسيح تخلي الناس تشوف فيك المسيح، والغريب انك انت تشوف المسيح في الناس. أنا مستغرب أوي إزاي يعقوب قدر يشوف ربنا في عيسو، وكأنه قال له: أنا طول الليل قاعد مع ربنا ما بقتش بشوف غيره، وشه باين عليك. طب ده عيسو، ده لسه شرير، ده جاب 400 راجل عشان يتخانوا. فيعني إزاي وصل للعين الجميلة دي البسيطة دي؟
دي من علامات القداسة، ان الواحد يبقى قادر يشوف ربنا في اي بني ادم يعني. برافو، حتة المبادرة انه تقدم وجري لقدام عشان يسبق الكل، هو اللي يستقبل عيسو ويسجد قدامه. المبادرة والجرأة والاعتذار الصادق 7 مرات يسجد للأرض كأنه بيعتذر عن كل أخطائه، دي من سمات الأخلاق المسيحية العالية. طبعا هو بيعترف أنه أنا تعبتك يا عيسو، أنا غلطان في حقك، فاعتذار للأرض يعني ما هوش مجرد كلمة سوري يعني. وطبعا كمية هدايا قبلها بالملايين على فكرة، يعني هدايا غالية قوي، عشان كده قال له إيه ده كله ده، فقال له ده فضلة خيرك يعني، ده أقل حاجة. تفضل. برافو، كونه بيتكلم دايما نعمة ربنا، فضل ربنا. اللغة دي ما كانتش بتاعت يعقوب اللي بياخد الحاجة بإيده، فبرضو اللغة نفسها لغتك تظهرك ريحة المسيح بينه، في اتضاعه، في جرأته، في ودعته، في اعتذاره، في حاجات كتير، محبته الصادقة. برافو، دلوقتي مش بيدور يثبت حقه وانت غلطان وانا غلطان، هو بيدور يكسب النفوس زي ابونا ابراهيم واسحاق. رجع للطبع بقى الايه المسيحي الصح، هكسب الناس كلها، مش هقعد اقول عيسو برضه كان مفتري، وعيسو طالع يموتني، وعيسو ياما تعب ابويا وامي، ما كان ممكن بقى يمشي على النغمه دي، لا لا انا غلطان، انا غلطان، عيسو احسن مني. فطبعا دي ريحه جميله خلت عيسو الجبار ده يعني يدوب خالص ويبكي والحكايه تهدى. تفضلي. انا دي بقى مش مصدقها في طبع يعقوب، يعني هنعرفه كويس مش طبعه خالص، يعني حكايه في اخر النص يعني يعقوب يعزم، لكن لو ما خدتش كويس جت منك يعني، لان دي حاجات غاليه، لكن ألح عليه ياخد الهدية، ده معناه أنه فعلا ما عادتش الأمور دي تفرق عنده، يعني هدايا كتيرة وغالية قوي، لكن ما بقتش بتفرق معاه فعلا، مع أنه هو قاعد يحارب لبان سنين، وقاعد يحارب عيسو زمان عشان ياخد البركة، فما بقاش بيتخانق على الدنيا خالص يعني. في حاجة تاني باينة في ريحة يعقوب الحلوة، ريحة المسيح في يعقوب، المحبة الصادقة، غلب الشر بالخير، لأن يعقوب عيسو كان واضح طالع بنية شر. برافو عليك. الحكمة بقى الروحية زي اللي قالوا اتسابونا في سفر الأمثال، هدية في الخفاء تفثي الغضب، يعني تسيحه تشيله. فعيسو داخل بغضب، الهدايا دي كلها هدت أعصابه خالص يعني وروقته، فغلب بحكمة حقيقية. برافو، ما عادش طرق اللؤم والحيلة، لأنه الهدية هدية هتروح مش هترجع، والاعتذار اعتذار صادق، والسجود بجد، والحضن حقيقي، والبكاء بجد، فما بقاش فيه الغش والالتواء القديم، طرق القديمة بتاعت يعقوب لا راحت وفعلا اتغير، وبالتالي ريحته بقت حلو. عشان كده ما سمعناش عن صراع بين عيسو ويعقوب تاني، ده كان بينهم نار يعني طار، لكن ما سمعناش، لان يعقوب فعلا بقى يقلد ابو اسحاق المسالم وجد ابراهيم المسالم، وده معناه ريحه المسيح بقى، صانع السلام، ملك السلام. اتفضلي. طبعا طول الليل وهو قاعد مع المسيح، كلمة النعمة بقى، إن وجدت نعمة في عينيك، دي كان قايلها للمسيح قبلها، فهو حاسس بالنعمة دلوقتي، حاسس باللمسة الإلهية، واخد حاجة كبيرة قوي مش عاوزة تروح منه خلاص، اللي خد المسيح في حضنه مش فارق معاه أي حاجة تاني تروح بعد كده. عدم الخوف كمان يا جماعة، لأن عيسو كان ممكن يموته، ما بقاش خايف، ودي لوحدها ريحة حلوة للمسيح اللي ما بيخافش. دي في موقف تاني مش باينة في النص هنا يتهيألي،
لكن هي في أكتر بعد كده بقى يعقوب بيحب المذبح قوي. دي واضحة قوي في إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عشق المذبح اللي كنا بنحكيه الصبح بقى، اللي هي الحجال الإلهي ده، المذبح يعني النزي بتاعت صلاة بجد. فيعقوب دخل في الجو ده بقى أخيرا يعني بعد سنين بقى رجل الله هو كمان. تفضل. برافو عليك. فكرة ان يعقوب سجد خلى كل اللي حواليه يسجدوا، لانه خلاص هو بيعلمهم احترام الناس والاعتذار والتكريم والادب الشديد، ومش بعيد يكون حكي لهم انا غلطت في اخويا وده يحق عليا الاعتذار. اوكي، انا بس بوريكم انه المسيح باين في صفات القديسين والاباء الاوائل، وده مش تفسيري انا بس على فكره، ده تفسير قديسين كتار لما يكلموا عن الظلال، يعني ازاي المسيح باين بجماله في الناس اللي قربوا منه. ليه؟ نفس فكره ريحه المسيح، لما بتقرب من ربنا قوي تطلع منك صفات غير معتاده، مش بتاعه الزمن ده، مش بتاعه الجيل ده. الناس دي ما تعرفش الاخلاق الحلوه دي، بس ولاد ربنا فيهم الحاجات الحلوه دي ايا كان الظروف اللي حواليهم، لان هم الريحه بتاعتهم ريحه المسيح.